أعداء الإسلام وزعماء الكفر ورؤساء الدول الكافرة كثير منهم درسوا أحوال المسلمين، درسوا أحوال المسلمين، فلما رأوا أن الغالب على المسلمين الجهل بدينهم، الجهل بدينهم، قالوا هذه فرصتنا، هؤلاء المسلمون صيدنا، وهؤلاء المسلمون فريستنا، هذا وقت الانقضاض عليهم. ماذا يصنعون؟ وصنعوا أشياء من أجل الوصول إلى ما يريدون الوصول إليه مما يضر بالمسلمين. ومن ذلك أن أعداء الإسلام رفعوا شعارات براقة، من سمعها ظن أن هؤلاء قد تحولوا إلى صالحين أتقياء أبرارا وأخيارا، شعارات كثيرة، فرفعوا شعار العدالة وهم يحملون أبشع أنواع الظلم والبغي والعدوان على المسلمين. فمن لم يعرف بواطن الشعارات ظن أنها على حسب ظاهرها، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، رفعوا شعار التسامح، التسامح، وهم يفتكون بالمسلمين في كل فرصة يجدونها بالإبادة وغيرها من أنواع الفتك. وإذا قال لهم المسلمون فعلتم بنا، ارتكبتم في حقنا، قالوا الأديان جاءت بالتسامح، الأديان جاءت بالتسامح، ودين الإسلام دين تسامح، وهكذا. ورفعوا شعار المساواة وأبطنوا المحاربة للمسلمين والعداوة، رفعوا شعار المساواة وأبطنوا المحاربة والعداوة للمسلمين، وهكذا أيضا رفعوا شعار الدعوة إلى السلام، الدعوة إلى السلام، وهم ساعون في القضاء على الإسلام، الدعوة إلى السلام والأمان والاستقرار والعمل. كما سمعت حرب طاحنة على الإسلام وعلى المسلمين، ورفعوا شعار كذلك أيضا السلم، وهم يعدون للحروب الطويلة العريضة ضد المسلمين، وتعاملوا مع المسلمين بالمعاملات التي هي من أبشع المعاملات في التاريخ، حتى قال الشاعر معبرا عن أفعال الكفار بالمسلمين في أمر القتل والقتال: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم قضية فيها نظر. هكذا تعاملوا مع المسلمين في قضية القتل والقتال، إذا حصل وجرى لأحد من الكفار شيء من قبل أحد من المسلمين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وإذا فعلوا بالمسلمين شعوبا ودول وأفرادا وجماعات فعلوا بها الأفاعيل من القتل والفتك والإبادة كأن هذا أمر لا يعنيهم، رفعوا شعار حقوق الإنسان وقالوا نحن حاملون راية حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، وكم دندنوا بهذا الشعار. وماذا صنعوا للإنسان المسلم؟ ماذا صنعوا له؟ إننا لا نرى ولا نجد إلا أنهم ضد حقوق المسلم، كان فقيرا أو كان غنيا ما دام أنه مسلم. إذن معاشر المسلمين لا تغتروا ولا تنخدعوا بشعارات الكفار التي يريدون أن ننخدع بها وأن نمد أيدينا إليهم. فكم حصل من الدول العربية والدول المسلمة الاتفاقيات مع دول الكفر بسبب هذه الشعارات، وإذا بهذه الدول اليوم تفاجأ بنقضها،
تفاجأ بنقدها، تفاجأ بالتعامل بخلافها تماما. جرى التحالف بينهم وبين أعداء الإسلام فأظهروا لهم المخبى. ها هي الدول المتكاثرة تقوم بالتعاون مع شردمة اليهود بكل ما أوتوا من الرجال والأموال والعتاد، بل بعضها ربما حركت الأساطيل البحرية وربما البارجات من أجل ماذا؟ انتصار لليهود. اليهود قد قال الله فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله سيتولى حماية المسلمين والدفاع عن المسلمين من اليهود وممن مع اليهود من الدول الغربية الكافرة وغيرها ممن هو في حماية اليهود. وصار المسلم كما سمعت ينتظر الإبادة من قبل من كان يظن فيهم على أنهم أوفياء، ولكن لا وفاء عند الكفار، وإنما انتهاز فرص وإنما مصالح. متى تحققت المصلحة لهم ولو أبادوا غيرهم لا سيما المسلمين؟ فأين الآن دعوة السلام التي حصلت الاتفاقيات عليها؟ أين هي الآن؟ فلما لا يكون هنالك السعي فيما فيه المحافظة على الرعية على البشرية؟ لما لا يكون هنالك ما فيه الإصلاح معاشر المسلمين؟ فلهذا نقول اغسلوا أيديكم من أيدي الكفار، اغسلوا أيديكم من أيدي زعماء الكفار، وأيقنوا أنه لا بقاء لكم بعز ولا دوام لكم بالسعادة إلا تحت راية الإسلام والتمسك بما جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أما التولي إلى شرقية وغربية فهذه فيها من المتالف والمهالك ما فيها. فندعو المسلمين إلى أن يعودوا إلى التمسك بالإسلام. تمسكنا بالإسلام أعظم من الصواريخ التي تملكها دول الكفار، وأعظم من القنابل الذرية التي تملكها دول الكفار. تمسك بالإسلام ينصرك من له الأمر كله ومن له جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. أما أن يبقى من المسلمين لا سيما من الملوك والرؤساء وولاة الأمور يرتمون بين أحضان الكفار ويتباكون بين أيديهم، فهذا لا يكاد ينفعهم بل يضرهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين وفي غيرها، اللهم عليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كن للمسلمين في كل بلاد وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي غيرها. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم مكنهم من أعدائهم. اللهم قوي قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام.